أريد أشياء الكبار لأشعلها كي أشم رائحتها بشكل أقوى. فأنا لم أعد ابنة الخمس سنوات، فقد كبرت قليلاً. بحثت عن أعواد الكبريت فوجدتها في أول درج فتحته. أشعلت عود الكبريت ثم أشعلت به فتيل الشمعة. إن الأمر في غاية السهولة. أطفأت عود الكبريت، لم يحدث شيء. كم يبالغ الكبار. رائحة جميلة. نعم، عرفت الآن أنها بنكهة الفانيلا الذي أحبه. ها هي الشمعة الثانية، أصغر قليلاً وأجمل، لونها أحمر قان. لأشعلها أيضاً وأشم رائحتها. هل ستكون برائحة القرفة؟ أشعلت عود الكبريت، لكن لهيبه هذه المرة لامس إصبعي فأحرقني. صرخت متألمة ودون أن أنتبه أوقعت عود الكبريت أرضاً. وقفت متسمرة في مكاني أنظر إلى الكبريت مشتعلاً على السجاد. لا أعرف ماذا أفعل. وبسرعة كلمح البرق بدأ سجاد الأرضية يشتعل، وسرعان ما كبرت النار أكثر فأكثر حتى صارت بحجم كرة القدم. فأخذت أصرخ ساعدوني ساعدوني. كان هناك مجموعة أشياء قريبة مني، لم أكن أعي ما هي، لكني أخذت أسحبها واحدة تلو الأخرى وأرميها على النار لكي أخمدها. دخلت أختي الكبيرة وهي تقول ماذا فعلت؟ توقفي توقفي. أطفأت أختي النار بعد أن احترقت معظم أصابعي واحترق جزء من سجاد الأرضية. وقعت أرضاً وأنا أنتفض ألماً وخوفاً من العقاب الذي سأناله. لا أعرف كيف أصف ما أشعر به. كنت أود أن أعيد الزمن إلى الوراء كي لا أشعل الشموع، كي أجلس وألعب بألعابي، أو ألون في كراستي، أو أركب دراجتي. أمسكت أختي بيدي تنظر إلى أثر الحرق على أصابعي. قالت وهي توبخني ماذا كنت تفعلين؟ كدت تحرقين الغرفة، بل البيت. هل جننت؟ ماذا أفعل بك الآن؟ غطيت وجهي بيدي الأخرى وأنا أبكي. أسرعت أختي لتنادي جدتي وجدي ليأخذاني إلى المستشفى. عدنا من المستشفى ليلاً، فتوجهت إلى غرفتي، بدلت ملابسي ونظفت أسناني بمساعدة جدتي، ثم ذهبت إلى سريري. جلست جدتي بقربي وبدأت تحدثني عن مناسك الحج وتشرح لي أين قد تكون أمي الآن. قطعتها في دهشة. جدتي، ألست غاضبة مني؟ ابتسمت وحضنتني وقالت هل ستعاودين الكرة مرة أخرى؟ صحت. لا، لا أريد شموعاً ولا كبريتاً. فقالت وهي تغطيني إذن تصبحين على خير. خرجت جدتي من الغرفة فقلت بهمس لا أحب أشياء الكبار. النهاية.